مبادرة من كلية الفنون الجميلة بإقامة مؤتمر لبحوث الطلبة الذي سيكون نواة لهذا كذا مؤتمر ستقام في كافة كليات جامعة البصرة، وستترشح البحوث الفائزة من هذه المؤتمرات لبحوث الطلبة لتتنافس على الجائزة الأولى لرئاسة جامعة البصرة لبحوث الطلبة. هكذا مبادرات ستشجع طلبتنا الأعزاء على البحث العلمي الرصين، وسنتبنى نشر هذه البحوث في مجلات رصينة تساهم في رفع مستوى طلبتنا وجامعتنا. كلية الفنون الجميلة من الكليات المبدعة الحقيقة بإنتاجها، يعني اللي حصلت على التصنيفات اللي كانت الأولى، وكانت سبب زيارة الوفد الكبير اللي زار بها اليابان، وأجرى كثير من المذكرات تفاهم مع الجامعات اليابانية. نتمنى لهذا المؤتمر النجاح، ونتمنى للطلبة المتفوقين الاستمرار بهذا الإنجاز واستمرار بالبحث، ولمشرفيهم ومن الله التوفيق. هذه المبادرة لأول مرة تصير، يعني أنه تصير تصفيات عندنا للبحوث من قبل الأقسام يعني خلال الفترة اللي فاتت، وطلبنا من كل قسم أن يرشح أفضل 3 بحوث بالقسم، وهذا الشيء اللي صار الحمد لله والشكر. اليوم احنا جاي نعقد المؤتمر حتى نشجع الحركة البحثية داخل الكلية وأيضا على مستوى الجامعة. فيا حبذا لو طبقت هذه التجربة بالعام القادم وكل كلية ترشح لنا أو يترشح من عندها بحث أو بحثين يتنافسون على جائزة أكبر تخص البحث العلمي، بهيك حالة راح يكون عندنا كم هائل من البحوث العلمية، راح يكون عندنا كم هائل من الطلبة الباحثين. المشرفين أيضا راح يكون عندهم حافز أكثر للإشراف ولإخراج البحث بصيغة علمية صحيحة. طبعا يعني جوانب إيجابية كثيرة راح تكون من خلال هذه التجربة. الجائزة الثانية، وكان الدرجة التنافس لها 79، وحققها الطالب علي عبد الحسين ظهر من قسم التوعية والمعيدة، حصل على الجائزة الثانية للبحوث المتنافسة. حصلت الدرجة الأعلى هي 83. الفائز الأول هو علي عبد الستار عبد الثالث.